تعرضت الرائسة المصرية فيفي عبده لموجة انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما نشرت فيديو على حسابها الخاص بينت فيه عم ترقص بطريقة غريبة من خلال انحناء وقوفها بشكل مستقيم العديد من المرات، وظهرت عبده بالفيديو لابسة قميص باللون الأصفر وعم بتردد كلماتها أشطاط عسلات فلات من الساحل الشمالي. أشطاط عسلات من الساحل الشمالي. وتلقيت عبده تعليقات وانتقادات وسخرية من الجمهور بعد نشر هيدا الفيديو، ومن أبرز التعليقات عرفنا أنه الباروكة أصلي رحمي غضاريف رقبتك، فلو النت تاني على فوفا لوحدة ورحمونا، انت عليك عفريت ولا ايه؟ من جهة أخرى اعتبر كتار من متابعيها أنه فيفي بالرغم من المشاكل الصحية اللي عانت منها بعدها بتزرع الأمل والحب بفيديوهاتها، وكل يلي بتقدمه عفوي وما في داعي لكل هالانتقادات. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكن كل جديد.